مرحبا بحضراتكم من جديد. ويمكن في كلام كتير قوي على ماتش بيراميدز بكره، انا واحمد هنتكلم فيه. كنا بنقول قد ايه الحقيقه ان الوقت ضيق قوي قبل مباراه الوداد بالنسبه لموسيماني، وانه في زحمه مباراه، وانه الراجل محتاج يوصل تفكيره وتكتيكه كويس قوي، يحفظ اللعيبه هو عايز منهم ايه كويس قوي. والحقيقه انه ده يحصل من ماتشين، انه نشوف تطور ونشوف ان اللعيبه بدات تفهم ده، وبدانا نشوف اختلاف في الفريق ككل. دي حاجه الحقيقه مبشره جدا، ومبشره طبعا لجماهير الاهلي ولينا كلنا. يمكن كمان يا احمد كنت بقول لك انه كابتن حلمي طولان المدير الفني الانفي كان بيقول انه هو لاعب الاهلي تحت قياده فايلر وتحت قياده موسيماني، وشايف فرق كبير قوي، شايف اللعيبه مرتاحه جدا اكتر من مكانه تحت قياده فايلر، ودي حاجه طبعا بتطمنا بشكل كبير. مباراه بيراميدز بكره مباراه مهمه جدا، زي ما قلنا اخر مباراه قبل الوداد. شايف ايه او متوقع ايه من مباراه بيراميدز؟ شايفها ازاي؟ طبعا ماتش مهم جدا لاكثر من سبب. بدايه طبعا الاهلي وبيراميدز، يعني طبعًا. وفي السنين الاخيره كان الماتشات الحقيقيه بتاعت الاهلي وبيراميدز بقى فريق اضافه طبعا للمسابقه بشكل كبير. انا بس قبل اي حاجه وقبل ما ندخل في الفنيات يا ساره، حابب اقول للجمهور حاجه، خصوصا يمكن انه في كلام انا مش لاقي وصف اوصفه بيه الحقيقه، هو كلام هزلي يعني موجود على السوشيال او انتشر على السوشيال ميديا الايام الاخيره، وناس بتفكر تفكير انتهى او على الاقل تقدير، انا مش هتكلم على انتهى وانه قديم او الى اخره، ولكنه الحقيقه لا يموت للنادي الاهلي ولا لكيان النادي الاهلي ولا لمبادئ النادي الاهلي ولا لتاريخ النادي الاهلي بصله. فكره انه الاهلي يفوت، بما انه الاهلي يعني ضمن انه يحسم بطوله الدوري ووصل ل 85 نقطه وبيلعب مرتاح وما عندوش مشاكل وخاف على لعيبته، فانه الاهلي هيفوت الماتش ده كامل بيتقال على السوشيال ميديا، انه الاهلي فوت الماتش البيراميدز عشان بيراميدز يقدر يبقى تاني دوري والزمالك يبقى تالت، وبالتالي ما يلحقش اقرب. يعني الكلام ده ما اعتقدش انه ابدا يليق باسم النادي الاهلي، ومش ممكن، مش ممكن اي حد، اي مسؤول حتى في النادي الاهلي مهما كان حجمه صغير او مهما كانت مسؤوليته بسيطه جدا، ممكن يعني ينحدر لهذا المستوى ويفكر بهذا الاسلوب. احنا اللي يهمنا، انت لو سالت اي اهلاوي يقول لك انا يهمني الاثنين يخسروا، يعني الزمالك وبيراميدز ما حدش منهم ياخد مركز ثاني، وليه لا ما يبقاش المقاولين. لكن انه الاهلي يفوت ماتش عشان يبعد الزمالك عن الوصافه، يعني انا مطلوب مني احسن بطوله الدوري ومطلوب مني كمان احدد مين هو الوصيف، يعني الموضوع ما يمشيش بالطريقه دي، بالذات لما يكون مع النادي الاهلي. يعني هذا الامر لا يستقيم لما يكون محطوط في المعادله اسم النادي الاهلي. ده نمره واحد. نمره اثنين، ودي نقطه برضو نحب نوضحها، انه لابد ان المباراه بكره تطلع نظيفه. يعني ايه؟ يعني ما فيش داعي، لانه اعتقد انه جمهور النادي الاهلي بالذات، وحضراتكم عارفين جمهور النادي الاهلي ممكن يبقى حساس شويتين زياده عشان عنده بطوله مهمه جدا بالنسبه له، هي البطوله الاهم، بطوله دوري ابطال افريقيا. جماهير النادي الاهلي بتدور على التسعه، وبالتالي احنا فريقنا بيعاني من اصابات. اعتقد انه اي اصابه تحصل بسبب عنف مقصود او غير مقصود هيكون غير مقبول على الاطلاق في مباراه بكره. واعتقد كمان انه بيراميدز عنده ماتش الكونفدراليه، فلعبته مفترض انها هتكون يعني خايفه على نفسها. يعني احنا عندنا فرصه ذهاب وعوده، هم عندهم بطوله مجمعه، هيلعبوا ماتش واحد يا يتاهلوا يا ما يتاهلوش مع حوريه كوناكري، فبالتالي برضو فرصتهم او احتياجهم للحفاظ على عناصرهم مهمه جدا. فاتمنى انه ماتش بكره يكون مباراه نظيفه. نيجي بقى للناحيه الفنيه، بيتهيألي انه موسيماني في ثالث تجاربه، احنا زي ما قلت لك في ماتش امبي كنا حاطين ايدينا على قلبنا، خصوصا ان نص الفرقه اللي ورا تقريبا كلها ما كانتش موجوده، حتى ايمن يعني حطينا ايدينا على قلبنا، ايمن اشرف طلع في نص الماتش، لكن رغم كده انت تحسي الاهلي بمن حضر الماتش ده، عنوانه كده ال 11 اللي مثلوا الاهلي مع التغييرات، الحقيقه قدموا كوره اكتر من رائعه، مستوى فني مبهر، كرة حلوه، كوره سيبك بقى من النتيجه، وسيبك من 3-0، وسيبك من انك بتلعبي فريق مش سهل زي امبي، وسيبك من بطوله الدوري. 90 دقيقه مبهجه، 90 دقيقه فيها كره ايجابيه، 90 دقيقه فيها كل الفنون، استلام وتسلم وتحركات من غير كوره، حاجه يا تابلو مبهر الحقيقه. واعتقد انه ده في تاني مباراه مع موسيماني لابد انه راجل نديله حقه. يعني في ناس بتقول انه صعب قوي مدرب من تاني ماتش يظهر ليه، بس ده ظهر. ما حسيتش ان هو رجع الاهلي على التراك قبل كورونا، زي ما شفنا الاهلي قبل فتره كورونا، قبل فتره التوقف. انا ما شفتش الاهلي من قبل الكورونا في نفس الفورمه العاليه دي. طب ما دي حاجه ايجابيه جدا، عشان كده الجمهور مطمن. يمكن كنا بنقول يا احمد انه فكره انه صعب، وكل كان كل ضيف مثلا بيجي كان يقول لك صعب صعب.